جاكم فريد من خلال ميكروتكوميك مع انفاس. غنخرجوا نسولوا الناس على الدقردي، على الدقردع فيها الحزب العداله والتنميه اللي هو البي جي دي، وغنخليو الناس يعطوا ميساج لهاد الاحزاب اللي تصدروا الانتخابات بكل تواضع. كي جاتك الدقردعه ديال البي جي دي؟ وانا بالنسبه ليا ماشي دقردعه، بالنسبه ليا نتائج اللي هي كانت منتظرة، كان عندهم نجاحات، حافظوا على الاستتباب الأمني مورا الأحداث ديال الربيع العربي، كانت إخفاقات اقتصادية، وكانت معاناة اللي هي عالمية ديال الجائحة، ما قدروش يسيروا جميع الهموم ديال المجتمع المغربي، المسؤولية ماشي ديالهم بوحدهم، المسؤولية ديال الجميع. وروح رياضية المغرب هذا من أجمل البلدان في العالم، دازت الأمور اللي هي سلمية، دخلهم الشعب خرجهم الشعب عادي بكل تواضع، ما كاين حتى شي مشكل، فهمتيني؟ ما اللهم لا شماتة، الناس الإيديولوجيات الدينية تتنجح في المعارضة وما تتنجحش في الحكام، روح رياضية ما نديروش من الحبة قبة صافي. وميساج لهذو اللي دابا نجحوا في الانتخابات، هاد الأحزاب هذو شي ميساج ليهم؟ والأحزاب اللي نجحوا في الانتخابات ما يحاولوش يساهموا في الغلاء ديال المعيشة، يحاولوا يحترموا القدرة الشرائية ديال المواطن المغربي، وراهم مسؤولون أمام الله أمام التاريخ، المسؤولية راها تكليف ماشي تشريف، بنادم يكون تيدير يكون تياكل العدس ما يديرش مشية ديال الكوتليت، نبقاو رجالة نحترموا بعضياتنا، وما سن النواب بوحدهم هما اللي غيغيروا الشعب المغربي. كي جاتك الدقردعة اللي تقردعوا فيها الحزب العدالة والتنمية بكل تواضع؟ وحزب العدالة والتنمية ما عنديش مع حزازات شخصية أو لا رأي، كرأي شخصي بحاله بحال جميع الأحزاب، قد واحد الفترة ما استفدتش منها المواطن، ما كانش في مصلحة المواطن بصفة نهائية، كانت كيف ما كنقولوا استفادة شخصية، ما تغير والو من غير الأرصدة البنكية والنفوذ وال كيف والعيالات غيروا عيالاتهم. وهذا الشيء كيبقى ما عندنا حتى هنا، ماشي هو كيف ما كنقولوا ماشي هو المعضله وماشي هو المساله اللي غادي نناقشوها واللي تستاهل نوقفوا عليها. مستقبل المواطن وكيف ما كنقولوا تطلعات المواطنين ما كانوش في المستوى ديال هاد الناس، وكنتمنى يكون واحد التغيير مع هاد الحكومه القادمه اللي تاخذ بعين الاعتبار معاناه المواطنين والحاج كيف ما كنقولوا المتطلبات ديالهم. وبصفتي كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصه كنتمنى هاد الفئه تتخاد بعين الاعتبار، ويكون لها واحد الحيز من البرنامج الانتخابي ومن كيف ما كنقولوا من الاشياء اللي غادي تقدمها هاد الحكومه. شريفه، كي جاتك الدقردعه داك النظام ديال الحزب العداله والتنميه البارح؟ مزيان 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 مزيان، باغاها فيهم بكل تواضع. فما بغيت حتى واحد يخسر. ما بغيت حتى واحد يخسر؟ لا، بغيتهم يربحوا كامل حتى هما ضيعوا فلساتهم. ضيعوا فلساتهم؟ ما بغيتهمش يخسروا ولدي، والله يعوض لهم. امين امين يا ربي العالمين. عوض لهم. شي ميساج لهادو اللي شدوا دابا الحكومه، هاد الاحزاب اللي نجحوا جداد، شي ميساج لهم؟ اش غتقولي لهم؟ ما عرفتش. اش غتقولي لهم؟ ما عرفتش اش نقول لهم، نقول ما يعاونوا الدوله. ربحوا. ايوا يعاونوا الدوله ويدوروا. واش يعاونوا الشعب ولا يعاونوا الدوله؟ يعاونوا الشعب. اللي بغى شي حاجه يصابوها ليه. هما ربحوا ياك؟ ربحوا. خدموا الدولة ديالهم بكل تواضع. يا سيدي تحياتي، ربي يخليك. الله يحفظك. قولي يا الشريف. نعم. شتي النتائج الانتخابات؟ مزيانة عادي، شتي أنا من العدالة والتنمية ديك 12 ما بغيتهاش. ما بغيت ما بغيتش ديك 12 كاع نهائيا. تقردي يعني تقردعوا كي جات؟ من ذاك الشرف بكل تواضع. بكل تواضع، ولهذا مازال كنشوفوا لهم الخسارة في الخسارة، لأن دوزوا 10 سنين. ماشي قلبك عامر عليهم. ماشي كاع المغرب أعطوا قول ودبروا على أولادهم ودبروا على عائلتهم والأحزاب ديالهم كاملين، خلاو البشر الذي باع تبداو علينا بآيات القرآن وكل اللي يحضر بشي آية ولا كذا. الإنسان دابا الحزب راه دا واحد المعضلة في هذه الأيامات اللي داروا هذا الانتخاب، لكن الإنسان يعرف باش ينجح في الحزب ديالو يتبع ويعرف علاش خمس سنين الجايه لا خدم هذا الحزب، غادي يبقى 100 عام ماشي خمس سنين. وشي ميساج لهذ الحكومه الجديده دابا اللي غتكون؟ راه على هذه الحكومه اللي كنهضر لك انا، لان هذه الهضره اللي كنقول لك لا خدمت مزيان غادي تبقى 100 عام. ما طيحش في الاخطاء اللي طاحوا فيها الحزب الاخر؟ خاصه هي تشوف الاخطاء ديالها كاملين ديال الاحزاب كاملين وتشوف باش نجحت
هي براسها تشوف باش تجحد. واش كانوا كيقولوا لهم الناس خنوش، اش كانوا كيقولوا له الناس دبر علينا خدمنا وكذا، وقال مليون، قال لك بان غادي يخدم مليون مليون وظيفه غاده تكون بكل تواضع، بكل تواضع احنا غادي نشوف واش هذا المليون غادي تكون ونشوفوا والخدمه ديال لا خدموا لا خدم خنوش، ما عمرو شي حزب يدي شي حاجه، كلها غادي يديوها في البرلمان، يديوها في جميع الوسائل. ولهذا كنطلبوا من هذا الحزب خنوش ورباعته يخدموا مزيان حسن ما يخرجوا للتخنديش عاود. تخنديش لا خرجوا للتخنديش بكل تواضع، غيبقاو يخندشوا، غادي يبداو يخندشوا ويخندشوا فينا، يخندشوا في البشر وكذا وهادي، والعداله هما شافوها. هذا ميساج الخنوش ورباعته، رباعته اللي غادي بكل تواضع. وهذا كان سميتو لي فاساس سميتو اللي قال لهم ديك بيليكي 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 هو دبر على راسو حتى خاد الانتريت ديالو ماديا ومعنويا، ودبر على ولادو ودبر على العائله ديالو. وقلبك عامر شريف، تحياتي. بارك الله فيك اخويا وشكرا. انت كواحد من الشباب كي جاتك التكرديعه ديال الحزب العداله والتنميه، الطيحه اللي طاحوا اول حاجه مده 5 سنين دابا ما كاين حتى تغيير، وما تشقنا فيهم. انا من الاول صوتنا عليهم، وهذا العام انا خدمت في الاصوات، خدمت في الصندوق، كان عدد الاصوات طايح بزاف ديال العداله والتنميه، ونتمنى خير في اخ نوش في الحزب، الاخ نوش هو اللي تراس الحزب، نتمنى يدير شي حاجه ويفكر في الشباب هو الاول، ونتمنى يفكروا فينا كما الوعود اللي داروا يكونوا صادقين معنا. بكل تواضع كي جاتك التكرديعه، علاش تكرديعوا هذا الحزب العداله والتنميه؟ شنو هو السبب؟ لانهم يقولون ما لا يطبقون، وداكشي اللي وعدوا بهم انهم ينجحوا، والعهود اللي عطاوهم ما داروا، يقولون ما لا يفعلون، لا يفعلون بكل تواضع، بكل شيء كذبوا علينا. شي ميساج للحكومه الجديده؟ فكروا في الدراري الصغار والشباب الاول، ونتمنوا يكون المغرب احسن. بكل تواضع، بكل تواضع. تحياتي لك. تحياتي مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب. كما شفتوا سولنا الناس على التكرديعه اللي تكردعوا بها بي جي دي حزب العداله والتنميه، وشو الناس كي قلبهم عامر عليهم، وفي نفس الوقت صيفطوا الميساج الأحزاب اللي غيشدوا الحكومة بكل تواضع.